أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة التي تأتيكم على شاشة النيل للأخبار. نناقش اليوم أهم التطورات على الساحة الإقليمية، فمع استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة ولبنان يستمر العدوان الإسرائيلي على شمال القطاع وسط حصار خانق، بينما تواصل المقاومة معركة الاستنزاف ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. على الجانب الآخر يتصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث يتصدى حزب الله لمحاولات التوغل البري الإسرائيلي على الحدود الجنوبية. ففي ظل هذا التصعيد نطرح العديد من التساؤلات حول مآلات هذه المواجهات. كل هذا سنناقشه في هذه التغطية المباشرة مع حضراتكم. إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استشهد 25 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح في مدينة غزة ومدينة جباليا بشمال القطاع التي تتعرض لقصف مدفعي متواصل. من جانبها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طائرة المسيرة للاحتلال لعدد من الفلسطينيين قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة. هذا وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قطاع غزة جبهة قتال ثانوية لأول مرة منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر. مع بداية العملية البرية في جنوبي لبنان، حول جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة إلى ساحة قتال ثانوية، لكنه ترك الفرقة الأمامية النظامية للقيادة الجنوبية للإغارة على جباليا شمالي القطاع. ووفقا لتقارير إسرائيلية، أقامت الكتيبة 460 التابعة لجيش الاحتلال حاجزا لتصفية مقاومين سيتوجهون جنوبا في إشارة إلى النازحين من شمالي القطاع. ولفتت إلى أن هناك عددا قليلا من قادة حركة حماس لا يزالون يجندون عناصر جديدة ويتمكنون من إطلاق طائرات مسيرة من وقت لآخر. ويرى محللون أن إعلان جيش الاحتلال قطاع غزة جبهة قتال ثانوية يهدف لإرسال رسالة إلى الجمهور الإسرائيلي، مفادها أن المهمة في غزة قد تمت، وما يجري في القطاع هو مجرد هجمات لإحباط محاولات إعادة ترتيب الصفوف أو ترميم القدرات. في حين يذهب محللون آخرون إلى أن السبب وراء هذا الادعاء هو النقص في الموارد البشرية والمعدات، ويعتبرون أن تصنيف قطاع غزة جبهة قتال ثانوية هو محاولة لتبرير عجز الجيش الإسرائيلي في الميدان وأحدثها كمائن جباليا واستمرار الخسائر. ويقولون إن إعلانا كهذا يعني أن أهداف الحرب التي وضعتها حكومة بنيامين نتنياهو فشلت، لكون حماس لا تزال موجودة والأسرى لا يزالون بيد فصائل المقاومة، كما أن قطاع غزة قادر على تكبيد الاحتلال خسائر عبر الكمائن والمواجهة من المسافة صفر. ورأى المراقبون أن إعلان غزة جبهة قتال ثانوية رسالة إلى الشعب الإسرائيلي، وقد يعود بالسلب على حكومة الاحتلال فيما يخص المماطلة في ملف الأسرى وعودتهم. وراوا أن الإعلان يخالف ما تضمن بأن العملية في مخيم جبليا ستستمر عدة أشهر، لافتين أن الوضع في غزة لن يتأثر بالتصنيف الجديد حيث سيزداد القتل والتدمير، مشيرين إلى استمرار القصف البري والبحري والجوي الإسرائيلي وتدمير مختلف مظاهر الحياة والبنية التحتية في مدارس ومستشفيات ومساجد ومقابر ومقار حكومية وغيرها. ومن غزة ينضم إلينا مباشرة سيد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. مرحبا بك سيد أمجد. أهلا وسهلا. حدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن التطورات الأوضاع الأخيرة في شمال قطاع غزة، خاصة مع التصعيد الإسرائيلي الأخير والمتواصل بشكل كبير، أيضا تأثير هذا الأمر على الوضع الإنساني في القطاع برأيك؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي واصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين وعمليات القصف على مختلف أنحاء قطاع غزة وبشكل أخص في منطقة شمال قطاع غزة. وهذا الصباح الاحتلال الإسرائيلي فرض عملية إخلاء جديدة لمنطقة جباليا النزلة ومنطقة أبو اسكندر
في والسرطاوي في منطقة شمال قطاع غزة، وهذا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في مخططاته لإخلاء منطقة شمال قطاع غزة وفرض واقع إنساني معقد وصعب على تلك المنطقة، وبخاصة أن هناك آلاف الأسر التي لا زالت موجودة وتعرض لحملة تطهير عرقي من خلال الاحتلال الإسرائيلي، من خلال القصف وأيضا من خلال عمليات الحرق المنازل بشكل واضح ومنع وصول حتى أبسط المساعدات إلى تلك المنطقة، سواء نتحدث عن مياه الشرب أو المواد الغذائية أو حتى الخدمات الطبية التي يحرم منها أبناء شعبنا الفلسطيني في تلك المنطقة، وحتى طواقم الدفاع المدني تجد صعوبة ومخاطر كبيرة في الوصول للشهداء والجرحى الذين تعرضوا للقصف في مناطق مختلفة من جبلها حتى ساعات صباح هذا اليوم. بالإضافة إلى ذلك، المناطق المختلفة في قطاع غزة تعرض لقصف متواصل، على الرغم من ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي طبعا بأن قطاع غزة جبهة حربية من الدرجة الثانوية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يواصل بشكل واضح أولا عملية العدوان بكل أشكاله، وبما في ذلك الكارثة الإنسانية التي تشتد حلقاتها في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال. وعبر عن ذلك برنامج الغذاء العالمي الذي تحدث عن القيود التي تفرض على دخول إمدادات الغذاء إلى قطاع غزة، وهذا يؤثر على العمليات الإنسانية في مختلف الأنحاء نعم. القطاع. طيب سيد أمجد، مع استمرار المقاومة الفلسطينية في معركتها ضد المحتل الإسرائيلي، معركة الاستنزاف هذه التي يقوم بها رجال المقاومة الفلسطينية، ما هي الأدوات برأيكم أو الوسائل التي تستخدمها المقاومة لمواجهة هذا التصعيد الذي تحدثت عنه؟ أيضا كيف تؤثر هذه المعركة على قوة الاحتلال واستنزاف طاقاته؟ يعني دعني أؤكد مرة أخرى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين الفلسطينيين بشكل واضح، وما يستهدفه من أهداف سواء المدارس أو مراكز الإيواء أو الخيام النازحين، أن الاحتلال يوجه نيرانه وقذائفه باتجاه المدنيين والمؤسسات المدنية بشكل واضح، وهذا يواجه طبعا بصمود فلسطين منذ بدأ هذا العدوان وحتى الآن. هناك معركة البقاء التي يناضل من أجلها أبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان وهذه الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مدار اللحظة والساعة. هناك الكثير من التفاصيل وتفاصيل المعاناة والألم والوجع التي يعاني منها أبناء شعبنا الفلسطيني جراء هذه الجرائم وجراء القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي لتعميق الأزمة الإنسانية التي يعيش شعبنا الفلسطيني. الجوع والمرض والعطش هم عنوان هذا الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا الفلسطيني، وهذه الحالة تشتد يوما بعد يوم. الجهود الدولية الممكنة برأيكم لوقف هذه الكارثة الإنسانية اللي حضرتك كنت بتتحدث عنها منذ قليل، من خلال عدوان متواصل وقصف متواصل على أحياء من القطاع لادعاء بأن الأمر أو أن غزة أصبحت أمر ثانوي في محاولة للاستخفاف بما تقوم به المقاومة على الأرض من استبسال في الدفاع عن الأراضي فلسطين المحتلة، والقتال من أجل استنزاف طاقات العدو، وأيضا من أجل يعني وضعه في الموقف الحرج الذي وضع فيه الآن، وبدأت آلته الإعلامية تتحدث عن أن الأمر يبدو وكأنه ثانويا وأن معركتنا هي في الاتجاه الجنوب اللبناني بشكل أكبر وأوضح. لأي مدى من الممكن أن يكون هناك تحركات بشكل أو بآخر للحد من تبعات هذا الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة المنكوب؟ يعني السؤال بالغ الأهمية. ما يحدث في قطاع غزة هو تعبير عن فشل ذريع للمجتمع الدولي في فرض احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها البشرية جمعاء، وأيضا إعمال المحاسبة والمساءلة في هذه الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية. هناك واقع موجود في قطاع غزة، وللأسف المجتمع الدولي يغمض عينيه في ازدواجية معايير من بداية هذا الحرب وحتى الآن، ويستغل للإعلام بارتكاب مسنين ومرضى وجرحى هذا الواقع الغير مسبوق على مستوى العالم. للأسف الشديد المجتمع الدولي حتى الآن فشل ذريع في فرض كل هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. شعبنا الفلسطيني يتعرض لجريمة إبادة جماعية، وحتى الآن لا توجد قرارات
بوقف هذا العدوان، لا توجد جهود جديه للضغط على الاحتلال الاسرائيلي، لا توجد اي اجراءات لمحاسبه الاحتلال حتى اللحظه، حتى محكمه الجنايات الدوليه حتى الان لم تاخذ قرارها بشان مساءله الاحتلال وتوقيف رئيس دوله الاحتلال الاسرائيلي، ليستغل هذه المساحه من اجل ارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم في الضفه الغربيه وايضا في لبنان، وما يحدث هو في لبنان هو نموذج لما يحدث في قطاع غزه، وحتى الاداره الامريكيه التي تبرر في كثير من الاحيان هذه الجرائم التي ترتكب ضد ابناء شعبنا الفلسطيني. هذا الواقع الذي نعيشه لا يستدعي من الاطر والمؤسسات الدوليه ان تتحرك بشكل جاد وفوري في ظل هذه الجرائم. كل لحظه تمر على شعبنا الفلسطيني هناك المزيد والمزيد من الضحايا، وهناك تعميق. الاحتلال يسعى إلى إخلاء منطقة شمال قطاع غزة بشكل كامل من السكان وفرض واقع جديد على تلك المنطقة، وهذا الأمر يمتد في ظل قرارات الإخلاء المستمرة والمتواصلة، ودليلنا الكثير من القلق الكبير الذي نعيشه جراء هذه الجريمة الإبادة التي تمارس في شمال قطاع غزة بحق أهلنا وناسنا، وكل لحظة تتكشف هول هذه الجرائم التي ترتكب بحق المدينة في تلك المنطقة. الواقع أن الاحتلال الإسرائيلي لديه مخطط واضح بإخلاء غزة والشمال من السكان وزجهم باتجاه منطقة وسط وجنوب قطاع غزة لتتعمق الكارثة أكثر وأكثر. القنوات العبرية تتحدث عن أن هذا الأمر، وسائل إعلام الاحتلال، عن أنه يعد من المكاسب طويلة الأمد الذي تقوم به إسرائيل أو قوات الاحتلال في هذا الإطار من استهداف للبنية التحتية وللمدنيين، أيضا بحجة تصفية قادة حماس أو تصفية حماس بوجه عام والقضاء أيضا على بنيتها العسكرية. في هذا الإطار لأي مدى ترى أن حماس من، أو دعنا نتحدث عن حركات المقاومة بشكل أكثر يعني وضوحا، استطاعت أن تتفاعل مع ما يدور على الأرض من تغيير للتكتيكات في التعامل العسكري مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن حرب الشوارع ربما تكبد قوات الاحتلال بشكل أكبر يعني خسائر كبيرة وفادحة سواء في العتاد أو في الأرواح؟ يعني قائمة الأهداف الإسرائيلية هي واضحة ومحددة، هي الأطفال والنساء والعائلات بأكملها، من خلال توثيقنا لهذه الجرائم وهذه المذابح التي ترتكب هي استهداف للأطفال والنساء والمساكن والمؤسسات المدنية. فالاحتلال منذ بدء هذا العدوان يشن حربا واضحة ضد المدنيين وضد الأهداف المدنية وضد المساكن وضد المؤسسات والكنائس والمساجد والمدارس والجامعات. هذه قائمة الأهداف الإسرائيلية، على الرغم من طبعا محاولات تبريره بأشياء أخرى، لكن على الأرض الأمور واضحة تماما أن الاحتلال يمارس جرائم إبادة ضد المدنيين الفلسطينيين، وخاصة أن الأرقام تتحدث أن 63% من قائمة الشهداء هم الأطفال والنساء، حتى الجرحى هناك قرابة 100,000 جريح معظمهم من الأطفال والنساء. هناك 21,000 يتيم بدون فقد أحد أبويه أو كليهما. هناك واقع إنساني الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإدامته وجعل قطاع غزة مكانا غير قابل للحياة لسنوات طويلة. طيب الدور الذي تلعبه القوى الإقليمية أيضا دعنا نتحدث عنه هنا بشكل أكثر وضوحا، خاصة من خلال أذرع إيران في المنطقة بشكل أوضح، مواجهات يعني كادت أن تكون مباشرة بشكل كبير فيما بين إيران وإسرائيل، هناك انتظار لرد من إسرائيل على الضربات الإيرانية. كل هذه الأمور بعد اتساع نطاق أو غياب رمز من رموز المقاومة أو جبهة الإسناد للمقاومة أو يعني محور المقاومة، محور المحور في الجنوب اللبناني، انعكاسات هذا الأمر على الأداء العسكري وأيضا في المستقبل القريب على الأداء السياسي من خلال التفاوض فيما يتعلق ب يعني وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟ يعني من الواضح تماما ان الاحتلال الاسرائيلي يسعى الى اعاده تغيير الواقع الاقليمي في المنطقه، وهذا ما اعلنه رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو، من خلال تغيير كامل في هذه المنطقه، وبدا من غزه ومن ثم انطلق الى لبنان، وايضا هذا المعركه تستمر في الضفه الغربيه. وواضح تماما ان الاحتلال الاسرائيلي يسعى لتطبيق مخطط لانهاء
كل مطالب الشعب الفلسطيني بحقه بإقامة دولته الفلسطينية وحقه في تقرير المصير، وأيضا إنهاء هذا المشروع الاستيطاني الذي يقوم بالاحتلال الإسرائيلي. الواضح تماما اليوم ما يحدث مع الأونروا أنه يحاول أيضا إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين. فبالتالي الآن الاحتلال يحاول أن يرسم واقع مختلف من خلال فرض ذلك بالعدوان وبالقتل وبهذه الجرائم التي تمارس سواء في مع لبنان او مع فلسطين او في منطقة اخرى. هذا العدوان له ما له على الصعيد الدولي في حال لم يكن هناك تحركات جدية من مختلف الاطراف الدولية لحماية هذه المنظومة الحقوقية الدولية وقرارات الامم المتحدة التي ضرب بها طبعا نتنياهو عرض الحائط، وفرض اليوم المشروع الصهيوني بكامله على المنطقة بأكملها. الوضع سيزداد سوءا في حال لم يكن هناك تحرك للجم هذا العدوان سواء على لبنان أو فلسطين وبشكل خاص غزة. اللحظات تمر، وللأسف الشديد الاحتلال الإسرائيلي يطبق ما بجعبته من خطوات في اتجاه تطبيق مشروعه وبصمت تام. طبعا حدث ما يحدث الآن مع مقر الأونروا في الشيخ جراح التي ستحول في الشيخ جراح بالقدس التي ستحول إلى منطقة استيطانية، وهذا أمر بالغ الخطورة، والأونروا مهددة بشكل واضح لأنها تمثل رمزا حقيقيا لشعبنا الفلسطيني ولاجئين. الوضع للأسف في خطر، وقضيتنا الفلسطينية برمتها في خطر شديد في حال لم يكن هناك تحرك، على الرغم طبعا من ادعاءات الإدارة الأمريكية أنها تسعى إلى مسار سياسي، ولكن هذا المسار السياسي طبعا الاحتلال الإسرائيلي يضرب به كل مناطق قطاع غزة. أشكرك سيد أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة في الوقت الذي يشن فيه عملية عسكرية ضارية وحصارا شديدا على شمال القطاع. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 3 ضباط في معارك شمال القطاع المحاصر. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال كشف أن الضباط 3 قتلوا في انفجار عبوة ناسفة في مخيم جباليا شمال القطاع. لليوم 72 بعد 300 يوم يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في شمالي قطاع غزة، حيث تطوق قواته جباليا وبعض المناطق المحيطة بها لليوم 7 على التوالي لتضييق الخناق وتجديد الحصار على شمالي قطاع غزة لعزله عن مدينة غزة. ويتركز هجوم جيش الاحتلال في منطقتي بيت حانون وبيت لهيا ومخيم جباليا في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان، حيث أنذر جيش الاحتلال الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في بلدة ومخيم جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لهيا والتوجه جنوبا عبر ما وصفه بممر آمن، في ظل تحذيرات وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة المواطنين من الاستجابة لذلك معتبرة إياه خداعا وكذبا. وفي الهجوم البري الثالث على مخيم جباليا منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر إخلاء لمخيم جباليا في 7 أكتوبر الجاري، ونفذت هجمات في الوقت نفسه مانعة الفلسطينيين من مغادرة المنطقة بأمان، لافتة إلى أن آلاف الفلسطينيين محاصرون في المخيم، حيث يهاجم جيش الاحتلال المنطقة ويمنع الدخول والخروج منها ويطلق النار على كل من يحاول ذلك. كما يكثف جيش الاحتلال عملياته لتدمير ما تبقى من منازل ومنشآت وممتلكات للأهالي شمالي القطاع، في حين يبدو أن إسرائيل تسعى لتوسيع المناطق العازلة التي تعمل عليها منذ بدء الحرب على القطاع التي ارتفعت حصيلتها إلى 42,126 شهيدا و 98,117 مصابا بحسب وزارة الصحة في القطاع. وقالت الوزارة أنه وصل إلى مستشفيات القطاع 61 شهيدا و231 مصابا نتيجة 4 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية في 24 ساعة. في المقابل أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الجمعة تدمير ناقلة جند إسرائيلية بعبوة شواظ وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح في بيت لهيا شمالي القطاع. من جانبه أقر جيش الاحتلال الجمعة بمقتل 1 عسكريه في معارك جنوبي القطاع وإصابة 20 آخرين بكل الجبهات خلال 24 ساعة.
وبذلك يرتفع إجمالي قتل الجيش إلى 734 ومصابيه إلى 4720 منذ العدوان على القطاع. إلى تطورات الأوضاع في الأراضي اللبنانية والتصعيد الإسرائيلي هناك، حيث زعم رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي المعروف باسم شاباك أن إسرائيل ستدافع عن نفسها عبر ما وصفه بطرفي الحدود مع لبنان وليس من جانب واحد. في وقت السلم يكون الدفاع على الحدود من جانب واحد، وفي وقت الحرب يجب أن يكون الدفاع على جانبي الحدود مع حرية التصرف، وهذا درس يجب أن نتعلمه جميعا نتيجة لما حدث في 7 أكتوبر. قال هيرتسي هاليفي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن الهجمات على حزب الله في لبنان لن تتوقف إلا بعودة من وصفهم بسكان الشمال إلى منازلهم. إننا نواصل عملياتنا ضد العدو ولن نتوقف حتى نضمن قدرتنا على إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم من الشمال بأمان، ليس الآن فحسب بل وفي المستقبل أيضا. وإذا فكر أي شخص في إعادة بناء هذه القرى مرة أخرى فسوف يدرك أن بناء البنية التحتية للإرهاب ليس بالأمر المجدي، لأن جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يعمل على تدميرها مرة أخرى. حول الموضوع ينضم إلينا الأستاذ محمد اليماني الباحث في العلاقات الدولية عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ محمد. تحياتي لحضرتك. طول أمد الحرب على من يؤثر برأيكم، خاصة في ناحية الجنوب اللبناني والشمال الإسرائيلي؟ لا أستاذ الكريم، يعني هو يؤثر على الجنوب ويؤثر على الشمال ويؤثر على الدول العربية ويؤثر أيضا على الاحتلال الإسرائيلي. الآن بنيامين نتنياهو يعني جن جنون بنيامين نتنياهو، خاصة بعدم الاجتياح البري، لأنه دخل مجرد ما دخل خرجوا أموات، وبعد كده الضربة اللي جت من إيران وحتى الضربة قبل الاجتياح، فهذين الضربتين الاحتلال الإسرائيلي جن جنون الاحتلال الإسرائيلي، بدأ أيضا أن يصعد من القصر، بدأ أن يصعد أيضا من الضربات، وبدأ أن يرجع أيضا مرة أخرى إلى قطاع غزة وينفذ أيضا عمليات الإجرام وأيضا الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني وكذلك أيضا في الضفة الغربية. إذا تعمقنا بالحديث وأردنا أن نحلل هذا المشهد نرى بأن الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، في قطاع غزة، في أيضا كذلك أيضا جنوب لبنان، كل هذه الجبهات الآن مشتعلة، كل هذه الجبهات الآن مشتعلة، فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا. أما الأمر الآخر هو تزويد الاحتلال الإسرائيلي بكل ما يحتاج لضرب. أيضا أقول لحضرتك نقطة مهمة، لأن قناتكم الكريمة ما شاء الله عليها، إن لولا الذخائر أو لولا القنابل الخارقة للأعماق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ما استطاعت إسرائيل القضاء على حسن نصر الله ورفاقه، ولولا الطائرات بيونج الأمريكية لإعادة تموين وتزويد في الجو ما وصلت أيضا إسرائيل إلى ميناء الحديدة، ولولا أيضا الذخائر والقنابل ما استطاعت إسرائيل أن تسوي 3/4 قطاع غزة بالأرض، ولولا أيضا الأسلحة الأمريكية والحصانة الدبلوماسية ما استطاعت أيضا إسرائيل بأن تقتل وأن تصيب أكثر من 150,000 فلسطيني. مهم جدا أستاذ محمد فيما يتعلق أيضا، لو سمح لي افتح معايا سؤال يتعلق ب الحزب، هل هو على استعداد حزب الله استعداد لمواجهة طويلة الأمد مع إسرائيل؟ أنت لا تتحدث عن إسرائيل ومن خلف إسرائيل أيضا، هل الحزب قادر على ذلك؟ بالفعل يعني أنا رأيت في البداية عشان أكون واقعي وأحاول على قد ما أقدر أن أنا يعني ألمس بالفعل هل فعلا حزب الله اللبناني كان يوجد ضربة قاسية وموجعة لحزب الله بخصوص عمليات البيجر ولهذا الانفجار، ومن ثم أيضا الصف الأول من اغتيالات. نعم هذا موجود، ولكن رأيت في الأيام السابقة بأنه حاول لملمة الأوراق وإعادة التوازن مرة أخرى، وبدأ أيضا بمساعدة أيضا ما حدث من قبل القوات اليمنية والضربة أيضا
الإيرانية هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى معنى بأن الاحتلال يدخل يعني مجرد دقائق معدودة اجتياح بري في جنوب لبنان ولم يقدر على هذا الأمر، معنى ذلك بأن حزب الله اللبناني متواجد ومتواجد أيضا بقوة، ولكن إسرائيل تحاول على قدر المستطاع بأن يتم نزوح كبير جدا للمدنيين إلى أوساط يعني لبنان، سواء كان في وسط البلاد أو بعض المناطق الأخرى، بأن يوجد ضغط أيضا لحزب الله اللبناني. هذا الضغط متمثل في المدنيين وكذلك أيضا في السلطة اللبنانية، بأن الذي أدخلهم في هذه الأزمة الآن هو حزب الله اللبناني، فالاحتلال الإسرائيلي يعمل على هذا الأمر. وأيضا الأمر المخادع بالنسبة للرواية الإسرائيلية تقول بأننا نعمل على ذلك بخصوص إرجاع المستوطنين مرة أخرى لتنفيذ القرار 1701 لسنة 2006. كل الكلام ده مش مظبوط، لأن الاحتلال الإسرائيلي هو يعلم بأن هل بالإمكان مع الحرب مع حزب الله اللبناني، حزب الله اللبناني يرضخ ويتراجع ويوافق على هذه المبادرات المقدمة من أمريكا وأيضا كذلك أيضا الجانب الفرنسي، فلا رجوع أيضا المستوطنين في هذا التوقيت، لأن هذا التوقيت هو توقيت حرب وتوقيت أيضا يعني طحن عظام، مش كسر عظام، لا طحن عظام من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأقول لحضرتك نقطة مهمة جدا، الولايات المتحدة عشان لما نجي نتكلم كده بعمق شديد واللي سمعنا يفهمنا، أول نقطة الولايات المتحدة الأمريكية وضعت إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط لتدمير مقومات البنية العسكرية في المنطقة، وإن لم تفعل ولم تقدر على ذلك إسرائيل فلم تستخدم المسار الثاني. هذا المسار الثاني متمثل أيضا في بعض الأزمات بخصوص الاقتصاد، بتغيير الأنظمة السياسية، بتغيير أيضا أنظمة الحاكمة. هل أستاذ محمد الكلام ده ليه علاقة بالحضرتك بيحصل في جنوب لبنان؟ ليه علاقة، لأن دلوقتي في 2003 عند غزو العراق من الولايات المتحدة الأمريكية صدروا لنا بأن الصراع شيعي سني، الصراع عربي إيراني وليس الصراع أيضا عربي إسرائيلي. دي نقطة مهمة جدا، والكلام ده من 2003 لغاية وقتنا هذا. لذلك الدول العربية في وقت من الأوقات فعلا رأت بأن إيران هو التهديد الحقيقي للمنطقة العربية ولدولها، وعملت أيضا الدول الخليجية وكان يوجد تهديد، ولهذا الأمر بدأت الدول الخليجية في استيراد الأسلحة والذخائر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الأوروبية بمليارات الدولارات. هذه أيضا جزئية مهمة جدا. الجزئية الأهم بأن الزيارة الأخيرة من قبل الوزير الخارجية الإيرانية إلى المملكة العربية السعودية برضه ليها دلالات مهمة، لأن كأن يعني إيران بتحاول تقطع الطريق عن أمريكا وعن أيضا إسرائيل، وأن تقول أيضا ما زلنا لدينا علاقات مع المملكة. وكذلك الأمر الآخر بأن المملكة العربية السعودية تتوسط أيضا للولايات المتحدة بحيث أن ما يحصلش أي حرب شاملة أو توسيع رقعة الحرب، لأن أنا قلتها لو كان بالنسبة لزيارة بازشكيان أيضا ولقائه مع الرئيس الروسي، قرأتها في أي إطار أيضا؟ يعني خلينا نتحدث بأن روسيا مختلفة عن الصين، بمعنى روسيا لديها علاقات قوية مع إيران، وهذه العلاقات بدأت روسيا ترسل أسلحة إلى الجانب أيضا الجانب الإيراني، وترسل بعض الأمور سواء لها علاقة بالاستخبارات أو لها علاقة بميعاد أو على أقل تقدير بخصوص الرد المنتظر من قبل إسرائيل، لأن روسيا تعلم بأن أيضا مواقع العسكرية هي مستهدفة في روسيا في سوريا، وأيضا ضم ضربها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فروسيا أيضا هي معنية بهذه الحرب، هي ليس بعيدة. ولكن نعلم بأن سوريا برغم يعني عشان هي لديها من الدول الإقليمية والأطراف الخارجية والداخلية فهي معقدة للغاية، فعايزين يقطعوا الحدود بين سوريا وبين لبنان، والحدود بين العراق وسوريا. أما بخصوص روسيا أنا قلتها قبل كده أن هي منشغلة انشغال كبير جدا، ولكن على ما أظن أن روسيا بدأت ترجع تاني لمنطقة الشرق الأوسط. هي متواجدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، رأينا أيضا اتفاقيات وشركات اقتصادية وغير اقتصادية مع الدول العربية وعلى رأسهم مصر والمملكة العربية السعودية، معنى ذلك بأن روسيا أيضا حاضرة، ولكن ليس بحجم الولايات المتحدة الأمريكية،
إن الولايات المتحدة لديها شراكات واتفاقيات بمليارات الدولارات منذ سنوات عديدة في المنطقة. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى، هل لو تمت حرب كبرى في المنطقة بين إسرائيل وبين إيران نرى تدخل مباشر أو غير مباشر من قبل روسيا؟ فهذا الأمر أيضا ليس يعني مش بسهولة من مكان نحن نحلل هذا الأمر في هذا التوقيت، لأن روسيا لديها عندما يعني تمت الحرب الروسية الأوكرانية سحبت قوتها أو بعض من قوتها في سوريا إلى أوكرانيا. معنى ذلك أنهم أيضا يسحبون قوتهم أيضا في القرن الأفريقي بخصوص قوات فاغنر أيضا إلى أوكرانيا. معنى ذلك بأنها كل قوتها كل تركيزها مشغولة في أوكرانيا. ولكن أنا أرى من وجهة نظري في هذا التوقيت الحرج روسيا لديها معلومات خطيرة بأنها هي كمان مستهدفة في المنطقة، وأن هذا المخطط لا يستبعد أبدا على روسيا. ولكن الأهم هي إيران وليس روسيا، يعني إذا في المرتبة الأولى إيران. ولكن إيران تم احتواء تهديدها من خلال محور المقاومة، سواء من حركة حماس إلى الضفة الغربية إلى حزب الله اللبناني، وكذلك أيضا في العراق، وأيضا الحرس الثوري الإيراني. أستاذ الكريم، الاتصال والاجتماع الذي حدث بين جو بايدن وبين بنيامين نتنياهو، بنيامين نتنياهو لن يكترث للإدارة الأمريكية، لن يكترث لما يدلى أو لما يملى عليه من الإدارة الأمريكية بأن نحن لا نريد التصعيد، لأن نحن يعني خلي بالك من الضربة المنتظرة على الداخل الإيراني، سواء باستهداف منشآت نفطية أو استهداف بنية تحتية حيوية أو استهداف أيضا منشآت نووية أو حتى اغتيال شخصيات بارزة في الحرس الثوري. ولكن أنا أرى بأن هذه يعني عملية الاغتيالات هي متدرجة أو متعودنا عليها في منطقة، ولكن الثلاث نقط الأولين هي مهمين جدا لأن بالفعل هتكون يعني ضربة قاسمة، والرد الإيراني أيضا هيكون مختلف تماما. أشكرك الأستاذ محمد اليمني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف. نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مبنى سكني من 3 طوابق عند المدخل الغربي لبلدة كوثرية السياد قضاء صيدا في جنوب لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة الجوية أسفرت عن تدمير المبنى بالكامل، مشيرة إلى انقطاع الطريق بين كوثرية السياد والغسانية. وأشارت إلى أن طيران الاحتلال شن غارة جوية مستهدفا أطراف بلدة زفتة وأخرى على الغسانية وأطراف منطقة الحوش. استهدف حزب الله اللبناني برشقة من الصواريخ قاعدة 7200 العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في جنوب مدينة حيفا الواقعة شمال إسرائيل. وأوضح حزب الله أنه تم استهدافه أيضا مصنع المواد المتفجرة داخل القاعدة وتجمعا لجنود الاحتلال في موقع الجرداح. وأضاف أنه استهدف كذلك قاعدة حومة في هضبة الجولان السورية المحتلة وتجمعا لجنود الاحتلال في تكنة زرعيت، فضلا عن استهداف مربض لجيش الاحتلال في معيليا برشقة صاروخية. المعركة لا تزال على أشدها، وحزب الله لا يزال يؤكد أنه قادر على صد توغلات جيش الاحتلال. حزب الله أصدر بيانا قال فيه أنه استهدف بسرب طائرات مسيرة قضاضية قاعدة عسكرية إسرائيلية بمدينة حيفا بشمال فلسطين المحتلة. وشن حزب الله قصفا كثيفا بعشرات الصواريخ على شمالي حيفا والجليل الغربي، محققا إصابات مباشرة، ودوت سفرة الإنذار بشكل متكرر. المقاومة اللبنانية أعلنت أيضا استهدافها تجمعات لجنود الاحتلال في منطقة زوفولون برشقة صاروخية. وشنت المقاومة 3 عمليات متزامنة ضد قوات الاحتلال في مستوطناته الشمالية، استهدفت في إحداها تجمعا لجنود غربي كريات شمونة. أما في العمليتين الأخيرتين فقد عمد حزب الله إلى قصف تجمعين لقوات الاحتلال في شمال فلسطين، كانت الأولى في كفر جلعادي والثانية في كفر يوفال. وبتزامن مع هجماته التي استهدفت مستوطنات الاحتلال في شمال فلسطين، أطلق حزب الله صواريخ باتجاه الجولان استهدف بها تجمعا لقوات الاحتلال في مقر قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا. أما عند الحدود اللبنانية الفلسطينية فيواصل حزب الله تصديه لقوات الاحتلال التي تحاول التسلل باتجاه القرى الجنوبية،
فاستهدف تجمعا لجنود الاحتلال جنوبي يارون برشقة صاروخية وأخرى عند أطراف بليدة. ومن بيروت انضم إلينا الأستاذ إبراهيم ريحان الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك أستاذ إبراهيم. أهلا بكم. قدرة حزب الله على الهجوم والتصدي لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ناحية الجنوب أكثر من 20 يوما الآن من هذا العدوان المتواصل، إضافة إلى التوغل ولو بشكل ليس التوغل بري كبير أو موسع، ولكن هناك يعني مواجهة قوية من حزب الله لردع هذا التوغل مرة أخرى، وبالفعل يعني يصيبون أهدافا بدقة كما نستمع جميعا في هذا الإطار. ما هي قدرة حزب الله على الصمود برأيكم، خاصة وأن إسرائيل ليست إسرائيل وحدها هي التي تقاتل، هناك دعم غير محدود من الولايات المتحدة الأمريكية وعديد من الدول الأوروبية؟ نعم، أولا صباح الخير والتحية لك وللمشاهدين. ما يحاول حزب الله فعله اليوم هو الضغط بالنار على الجانب الإسرائيلي لمحاولة تسريع موضوع وعملية التفاوض، لكن في الوقت عينه يحاول أن يسجل نقاطا في العملية البرية، خصوصا أنه تعرض لانتكاسة خلال الأسبوعين الماضيين عبر استهداف قياداته العسكرية وقيادته السياسية المتمثلة باغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله قبل أسبوعين أو ثلاثة من اليوم واغتيال خليفته هاشم صفي الدين. يريد حزب الله اليوم أن يعوض هذه الخسائر بتسجيل النقاط في العملية البرية التي يعتبرها حزب الله بأنها ملعبه وليس بالملعب الإسرائيلي، إذ هو كان كنا كلنا نذكر أن نصر الله كان دائما ما يهدد بالتصدي للعمليات البرية، وقد يعني ولدى حزب الله الذخائر والأسلحة التي تسمح له بالتصدي، خصوصا الأسلحة المضادة للدروع الروسية من طراز كورنيت وصواريخ الماس الإيرانية التي تطلق من مسافة 10 كيلومتر. فهو هذا يعني هذا ما يعتمد عليه اليوم حزب الله، ويعتمد أيضا على تكثيف الرشقات الصاروخية باتجاه الجليل الأعلى والجليل الأسفل والجليل الأوسط في مناطق الشمال، ليحاول أيضا أن يضغط على الداخل الإسرائيلي لمزيد من التهجير في مقابل التهجير الذي تم في لبنان من قبل الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية. لكن قدرة الحزب على الصمود تحتاج إلى مراقبة خطوط الإمداد، لأن الإسرائيليين واضح بدأوا فرضوا حصارا جويا عسكريا على الطائرات الآتية من إيران إلى مطار بيروت وكذلك إلى مطار دمشق الدولي ومطار حلب. كذلك استهدفت الطائرات الإسرائيلية أكثر من مرة معبر المصنع الحدودي الرسمي مع سوريا وبعض الطرق العسكرية بين سوريا ولبنان التي يستعملها حزب الله لنقل الأسلحة وغيرها. فاليوم يراهن الإسرائيليون على استنزاف حزب الله بعد ضرب خطوط الإمداد، لكن السؤال هل يستطيع الصمود؟ أعتقد نعم، لأن لديه ترسانة ضخمة من الأسلحة ومن الذخائر، لكن هل تكفيه لعام مثلا او اكثر؟ لا اعتقد، خصوصا اذا ضربت خطوط الامداد، وهو يعني وكان واضحا يوم امس في المؤتمر الصحفي الذي عقده محمد عفيف مسؤول العلاقات الاعلاميه في الحزب ان الحزب يريد بات يجهز نفسه لمعركه استنزاف طويله كما قال، واقل تقديرات يعني عند الرسميين اللبنانيين تتحدث عن اقل مهله هي 3 إلى 4 أشهر لاستمرار هذه الحرب، ومنهم من يتحدث عن سنه. لأي مدى يعني تأثرت جبهات الإسناد بشكل أو بآخر من خلال هذه الحرب، خاصة مع قيام إسرائيل بضرب أكثر من جبهة من الجبهات؟ هناك يعني أهداف في سوريا ضمن بنك الأهداف تم استهدافها لدى قوات الاحتلال الإسرائيلية، أيضا في الجنوب اللبناني وعدوان على لبنان وليس على الجنوب فقط كما يعلم الجميع، أيضا حديث عن استهداف فيما بعد للعراق في حال تدخل أي من الفصائل الموالية أو المساندة لغزة في هذا الإطار، ما يحدث أيضا في اليمن. يعني هل تأثرت برأيكم جبهات الإسناد في هذا الإطار نتيجة لما تقوم به القوات الإسرائيلية، أم أن الأمور زادتها صلابة وتقوم بإعادة ترتيب صفوفها مثل ما يحدث غالبا في حزب الله كما يرى بعض المراقبين؟ نعم، أولا فيما يتعلق مثلا بالجبهة اليمنية فهي ليست جبهة أساسية بالنسبة للإسرائيليين لأنها بعيدة، ويعني وجل ما تستطيع هذه الجبهة فعله أن تطلق صاروخا أو صاروخين باليستيين من وقت لآخر، ويتم اعتراض أكثر الأهداف التي تأتي من اليمن، لذلك لا يلينه أولوية اليوم. أما بالنسبة للجبهة العراقية
فمن المهم أن نقف عندما قاله مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي قبل 3 أيام عن ضرورة تحييد العراق عن هذه المعركة، وبالتالي كذلك الأمر هذا ما يذكره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكلنا نعرف أن يعني كلاهما الأعرجي أو السوداني مقربين من الإطار التنسيقي الموالي لإيران، ما يعني أن اليوم إيران يعني لا تريد للفصائل العراقية أن تنخرط بشكل كبير بهذه المعركة، نظرا لأن العراق تعتبر بوابة غربية بالنسبة لإيران، لأن وهو بلد حدودي معها، فلا تريد أن تخسر أوراقها في تلك المنطقة. وكما تعتقد إيران أيضا أن حزب الله يستطيع في هذه المعركة أن يطلب لنفسه من أقلهم من الناحية العسكرية. أشكرك الأستاذ إبراهيم ريحان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. شكرا موصول لكم أيضا مشاهدي الكرام على المتابعة، ونلقاكم على خير إن شاء الله في تغطية إخبارية أخرى عبر شاشة قناة النيل للأخبار. إلى اللقاء.